مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم هيدا الحلو كتير كتير رائعة وطيبة، تتحضر بوقت عن جد كتير سهل وسريع. بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شي نوتيلا 150 ميلي حليب، كمان هون عنا كوب صغير حليب فاتر، ظرف كريمة، وعنا بسكويت الليدي فينجر. فينا نستبدل هيدي الكريمة، نستبدلها بكريمة سائلة، ما في أي مشكلة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نغطي البسكوت بالحليب وصفهم بالصينية بهيدا الشكل. بس حطيت البسكوتات بهيدا الشكل، هلأ بدي اخفق الكريمة انا وياكم. على فكرة أنا حطيت 150 ميلي حليب لظرف الكريمة، أنتو بتتبعوا الطريقة المكتوبة عنكن على الظرف، عشان كل كريمة عن كريمة بتختلف طريقة التحضير اللي لقلها. هلأ بخفقن. بس خفقتهم بهيدا الشكل، هلا بحط فوقهم النوتيلا. حطيت ملعتين طعام نوتيلا. كمان هلا بخفق على سرعة خفيفة. انتهينا من الخفق، هلا بدنا نحطهم على البسكوتات. رح حط نص الكمية. اكيد بمدوا نفس المستوى. شفتوا طريقتها شو سهلة؟ عن جد كتير كتير سهلة. هلأ نفس الشي شو بعمل؟ وبصف على الكريمة. كمان بعد ما غطينا هيدولي بالحليب وصفيتهم البسكوتات، رح حط باقي الكريمة. يعني هيدا الحلو ما اخدت منها بالتحضير 5 دقايق، بس بتاخد وقت لما نحطها بالبراد. بعد ما مدينا الكريمة بهيدا الشكل، هلا بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. عنا هوني شوكولات تشيبس وعنا وايت شوكولات تشيبس، بحطهم على الوجه. الزينة اكيد حسب الرغبة، مثل كل مرة بقلكن حسب ما انتو بتحبوا بتزينوا. انا رح زين بهيدول الشوكولا. هيدا الشكل النهائي. بتمنى طريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي احبابي.